أهلا بكم. قالت هيئة الدفاع عن علا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، قالت إن حالتها الصحية متدهورة بالحبس الانفرادي في مصر لمدة 275 يوما. بيان هيئة الدفاع عن علا وزوجها حسام خلف القيادي في حزب الوسط أفاد بأن علا تم وضعها في قفص زجاجي ولم تتمكن من التحدث لمحاميها خلال مثولها أمس أمام محكمة جنايات الجيزة، والتي قضت بتمديد حبسها 45 يوما على ذمة التحقيق. كما حذرت حملة الحرية لعلا وحسام الحقوقية عبر فيسبوك، حذرت من تدهور الحالة الصحية لعلا القرضاوي، مطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراحها وزوجها حسام بلا قيد أو شرط. وتنضم إلينا الآن عبر سكايب من واشنطن الأستاذة آية حسام، نجلة السيدة علا القرضاوي. أستاذة آية، أرحب بك معنا، وأرجو أن تطلعينا على الحالة الصحية للوالدة علا القرضاوي. أهلا وسهلا، شكرا. ماما دلوقتي بتكمل 275 يوم في الحبس الانفرادي من غير ما تشوف تقريبا اي حد تاني، يعني حتى المحامي ممنوع من زيارتها، وحتى يعني في يوم المحاكمه ممنوع ان هي تكلم القاضي او تكلم المحامي. وطبعا ذكرت قبل كده ان هي يعني محبوسه في الاوضه بتاعتها، بيسمحوا لها ان هي تخرج من الاوضه عشان حتى يعني تستخدم الحمام او كده، مجرد يعني دقائق معدوده في اول اليوم. فده طبعا بيمنعها ان هي تقدر تاكل يعني كويس. فالمحامي كل مره بيشوفها بيقول لنا انه يعني حالتها الصحية أسوأ، ويعني فقدت وزن كتير. طبعا احنا ما عندناش تفاصيل يعني الوضع سيء قد ايه، لان حتى المحامي ما بيقدرش ان هو يقعد يتكلم معاها يعني في اي تفاصيل. ولكن يعني على كلام المحامي اخر مرة، ان يعني كل تجديد كل 45 يوم شكلها بيكون اضعف، ويعني حتى لما حاولت تتكلم ما كانش صوتها طالع في المحاكمة يعني. فيعني الوضع سيء، ويعني ماما أطول سجينة قعدت في حبس انفرادي يعني سمعنا عنها في مصر أو في أي حتة تانية. يعني ماما داخلة على السنة في حبس انفرادي في معاملة غير إنسانية، ما في يعني منعين أي زيارات، حتى يعني ما فيش حد من العيلة قدر يطمن عليها بأي شكل من الأشكال يعني من أول المشكلة. يعني حتى هذه اللحظة يبدو أن هناك، هل هناك تهم محددة وجهت للسيدة علا القرضاوي؟ ما السبب في أن تحتجز على ذمة قضية أو حبس احتياطي كل هذه الفترة الطويلة؟ يعني المحامي كان بيتكلم مع القاضي في آخر التجديد، وكان بيقول له يعني احنا التجديد دلوقتي بقى شيء يعني روتيني، مجرد عد للأيام، ما فيش محاكمة بتتم، ما فيش قضية، ما فيش حد بيدافع، ما فيش أوراق حتى يعني وجهت للمحامي بتقول إيه هي التهم اللي توجهت ليهم. يعني في كلام بيقولوه في الإعلام، لكن ما فيش أي أوراق رسمية، ما فيش أي محاكمة رسمية بتتم، ما فيش مجال حتى إن المحامي يعني يدافع عنهم، لأنه ما فيش محاكمة بتتم. هي مجرد عد لل 45 يوم، وبيجددوه روتينيا كل 45 يوم. يعني هل هناك حدث أي تواصل بين الوالد والوالدة داخل السجن، أو حتى حالة الوالد بشكل عام؟ في مرة واحدة يعني ماما تجديدها تأجل، فيعني حصل ان هم كانوا في نفس اليوم التجديد اللي فات اللي قبل دوت، فحصل ان هم شافوا بعض يعني بضع دقائق في المحكمة يعني. لكن غير كده للأسف يعني ما فيش اي حد يعني، ولا هم بيشوفوا بعض، ولا في حد تاني بيقدر يشوفهم حتى عشان يقدر يطمنهم او يطمن عليهم. يعني حتى المحامي بيحاول ان هو ياخد يعني اذن ان هو يشوفهم او يكلمهم في المحكمة وبيرفضوا. كان الله في عونكم آية حسام، نجلة السيدة علا القرضاوي، كانت معي عبر سكايب. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، في نفس السياق الحقوقي، سلمت إدارة سجن القناطر في مصر اليوم الطفلة الرضيعة عليا، والتي كانت محتجزة مع والدتها، إلى محامي الأم لنقلها إلى أهلها. وقال المحامي حليم حنيش إن السيدة فاطمة والدة الطفلة تقدمت بطلب لنيابة أمن الدولة لتسليم الإبنة لأسرتها أثناء التحقيق معها. وكانت الطفلة عليا مضر ذات العام الواحد قد اختفت قسريا مع والدتها ووالدها وخالها يوم 24 من مارس الماضي. وتنضم إلينا الآن عبر سكايب من اسطنبول السيدة أسماء خيري، إحدى صديقات عائلة الطفلة عليا مضر. يعني هل لك أن تطلعينا أستاذة أسماء أكثر عن ملابسات تسليم الطفلة عليا إلى أهل الأم؟
عليا أصابها مرض شديد خلال اختفائها من القصري وخلال احتجازها في السجن. طبعا هي كأي طفلة عندها 14 شهر حاليا بتمر بمرحلة التسنين، فده بيخلي جسمها عرضة لأي التهاب مع زيادة مع ارتفاع حرارة جسمها يعني. فالأوضاع في السجن تسببت في انتقال عدوى إليها وحرارتها مرتفعة، فوالدتها صممت إن هي تخرجها بره السجن بحيث إن هي تعرض على طبيب وتقدر تطمن عليها مع عائلتها يعني. يعني لماذا قام الأمن في مصر يعني باحتجاز الطفلة منذ اللحظة الأولى، طفلة لديها فقط من العمر عام واحد مع والدتها ووالدها وخالها، يعني ما الذي حدث؟ للأسف احنا ما عندناش التفاصيل الكاملة لكيفية اعتقالهم أو كيفية احتجازهم، لكن أول عرض في حضور محامي ليها كان من يومين، وفي خلال العرض ده فاطمة عرفت حقها وقدرت إن هي تطمن أهلها عليها، وبالتالي طلبت إن هي تسلم الطفلة لأهلها رسميا يعني. سريعا، ما هي التهم الموجهة لأسرة عليا؟ حتى الآن لم توجه أي تهم إلى فاطمة، وما زال والدها وخالها رهن الاختفاء القسري، وما نعرفش حتى مكان احتجازهم أو القضية التي يعرضون عليها. نعم، أشكرك شكرا جزيلا. الأستاذة أسماء خيري إحدى صديقات والدة عليا مضر والتي سلمت لأهلها اليوم بعد اختفائها قسريا لما يقرب من أسبوع. مشاهدينا الكرام، في نفس السياق قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجديد حبس الصحفي معتز ودنان 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية الحوار الذي أجراه مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بموقع هاف بوست عربي بتاريخ 11 من فبراير الماضي. وكان معتز ودنان قد أكد خلال التحقيقات على أن حواره مع هشام جنينة تم بعلم أسرته وبتنسيق كامل معهم. وعلى الصعيد ذاته جددت النيابة حبس الصحفي أحمد عبد العزيز لمدة 15 يوما، حيث يحاكم على خلفية المشاركة في وقفة احتجاجية بمحيط نقابة الصحفيين المصرية للاعتراض على قرار اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من جنيف الباحث الحقوقي أحمد مفرح. أستاذ أحمد، أرحب بك معنا، وأبدأ بمعتز ودنان من البداية. ما هي الاتهامات الموجهة للصحفي معتز ودنان؟ تحياتي لحضرتك والأستاذ المشاهدين أستاذ أحمد. يعني هي تهم مضحكة وهي إشاعة أخبار كاذبة. هذه هي التهمة الأساسية المتهم بها معتز وكل اللي في القضية 441 بشكل أساسي، اللي فقط مش مرتبطة بمعتز، وإنما هناك الكثير من المعتقلين على ذمة هذه القضية، واللي كان آخرهم المحامي عزت غنيم المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية لحقوق الحريات على سبيل المثال. وأيضا في ذات القضية أم السيدة زبيدة معها في نفس القضية، وبالتالي فالأمر مخيف. يعني هذه القضية يبدو أنها عبارة عن يعني سلة توضع فيها أو يوضع فيها المعتقلين واحدا تلو الآخر، يعني يظهر فيها أشخاص كانوا مختفين قسرا ومن ثم يتم إيداعهم السجون بذات التهم، ألا وهي التهمة الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة. الأمر الآخر ليس فقط، يعني هناك أيضا أحمد الأعصر وهناك أيضا حسن البنا وغيرهم من المعتقلين في ذات القضية كذلك. وماذا عن الصحفي أحمد عبد العزيز؟ أحمد الصحفي أحمد عبد العزيز حتى الآن التهم الموجهة إليه هي تظاهر وبدون ترخيص وغير من التهم المرتبطة بشكل أساسي بقانون التظاهر، هذا ما أعلمه حتى الآن. لكن الأمر المخيف إن ده نمط من التعامل ده في أو مع الصحفيين أو مع الأشخاص المرتبطين بالعمل الصحفي، ده أمر أتخيل بأنه انتهاج الآن أصبح وسيلة من وسائل التعامل النظام المصري مع أي صوت معارض، حتى وإن كان شاب، حتى وإن كان يتعامل مع منظمات حقوق الإنسان، حتى وإن كان يتعامل مع حقوق وحريات المواطنين. أشكرك شكرا جزيلا أحمد مفرح الباحث الحقوقي، كنت معي عبر سكايب من جنيف.
مشاهدينا الكرام، من ناحية أخرى تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر مشهدا تمثيليا لعملية ذبح أمام الأطفال في الاحتفال بيوم اليتيم في مدرسة المعصرة الابتدائية المشتركة بمركز بلقاس. من جانبها أصدرت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية قرارا بإلغاء تكليف قيادات المدرسة وكل المشتركين في إقامة الاحتفال الدموي وإحالتهم للتحقيق. طبعا سحر خايف على ابن عمها. هذا المشهد التمثيلي لعملية الذبح وكأنه يعني فقرة فنية في إطار السحر داخل مدرسة ابتدائية. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تكون قد انتصفت المسائية. بعد قليل يلتقيكم الزميل محمد دحو وباقي فقرات المسائية وفيها. سامح شكري يتوجه إلى الخرطوم للمشاركة في فعاليات اجتماع بشأن سد النهضة. ووزير الري المصري يقول سنلجأ إلى الاستيراد لتعويض نقص المياه. ابقوا معنا.